اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الهدافين، معاكم احمد حسام ميدو. النهارده بنحكي عن هدف من الاهداف اللي يمكن ننساها ابدا، هدف محمد ابو تريكه في بطوله 2008 في الفاينل امام الكاميرون. لما نتكلم على ابو تريكه بنتكلم على لعيب صاحب موهبه كبيره جدا، ولعيب لما تلعب معاه تحس بموهبته وتحس بمدى اهميته، خاصه في المباريات اللي في المباريات الكبيره. ابو تريكه من اللعيبه اللي دايما بيلعب الكره لقدام، اول اختيار ليه واول اوبشن ليه ان هو عايز يدور على المهاجمين، عايز يدور على الكره الخطر الاسيست او الكره اللي تكون صناعه هدف. ما عندوش فكره ان هو يلعب لعب سلبي، يعني في لعيبه بتلعب في المركز ده يلعب كره سلبيه، يلعب كره لورا، يلعب كره على جنب، يلعب لا، ابو تريكه دايما عايز يبقى خطر، دايما عنده الشخصيه في الماتشات الكبيره ان لما اللعيبه تتزنق في الملعب تلاقي ابو تريكه. غير ان تكتيكيا، وبكلمكم الكلام ده كلام يعني مدربين، ابو تريكه كان عنده ميزه مهمه جدا ان هو بيعرف يستلم الكره بين الخطوط. والنهارده اللعيب اللي بيعرف يستلم الكره بين الخطوط ده اللعيب اللي اي مدرب بيحلم بيه واي مدرب بيدور عليه، فما بالك اذا كان اللعيب ده بيعرف يستلم الكره بين الخطوط وهداف وبيصنع اهداف وبيظهر شخصيه قويه جدا في الماتشات الكبيره. والنهارده الهدف اللي بنتكلم عليه كان في ماتش كبير جدا، ماتش فاينل 2008 امام الكاميرون، والكاميرون فرقه كبيره جدا، فرقه فيها سونج، فيها صامويل ايتو، فيها جيريمي، فيها لعيبه كبار جدا، ودايما في تنافس، ودايما ماتشات مصر والكاميرون بتبقى ماتشات كبيره. والحقيقه بطوله 2008 انا بقول ان هي من البطولات اللي مصر لعبت فيها احلى كوره فعلا، يعني احلى كوره لعبها منتخب مصر في التاريخ، في رايي في تاريخ بطولات كاس الامم الافريقيه كلها هي بطوله 2008. وقدرنا ان احنا نلعب ماتشات كبيره جدا، وزي ما حضراتكم فاكرين الماتش بتاع كوتيفوار بتاع اربعه، فرقه كوتيفوار كانت فرقه جامده جدا، وقدرنا ان احنا نتسيد المباراه من اول دقيقه، وقدرنا ان احنا نحرز فيهم اربع اهداف. وابو تريكه هدف الفاينل بتاعه ده كان رابع هدف ليه في البطوله، وكان هدف يعني تكتيكيا في اصرار كبير جدا جدا من زيدان. يعني الهدف ده لو بنتكلم عن 70% من السبب بتاعه، هنتكلم الاول على احمد حسن اللي الكره قطعها كويس جدا وبعد كده لعبها طويله لقدام. اي لعيب في الدنيا كان ممكن خلاص ان الكره وصلت لسونج وخلاص اقف، لكن زيدان كان عنده اصرار ان هو يعمل مشكله لسونج، وسونج يعني ايه، هي بانكت اول لما لقى زيدان بيضغط عليه وان هو بيعافر معاه وان هو بيدخل معاه بيحاول ان هو يزق الكره منه، ما بقاش مصدق ان زيدان قدر ان هو يضغط عليه كل ده. فسونج خد الكره ولف بص الجول وبقى يجري بالكره على جونه عشان يهرب من زيدان. يعني الطبيعي ان المهاجم هو اللي بيهرب من المدافع، في الجول ده سونج هو اللي بيهرب من زيدان. وقدر زيدان فعلا بذكاء كبير جدا ان هو يزق الكرة بلغة الكرة احنا بنقول يعني ببوز رجله، يزقها لابو تريكة اللي كان عنده ذكاء كبير جدا في ان هو يتواجد في المكان ده، وان هو يتوقع ان زيدان هيقطع الكرة من سونج. برضو خلي بالكم زي ما بتكلم ان لازم ندي كريدت او ندي افضلية لزيدان ان هو كان عنده اصرار ان هو يعافر ويحارب مع سونج اللي كان واحد من افضل المدافعين في القارة في الوقت ده. لازم ندي كريدت لابو تريكة، مش الفينشنج بس ومش الانهاء الكرة بس والهدوء اللي هو انا بيها الكرة في التوقيت الصعب في الدقيقه 76 في نهائي افريقيا، ولكن نديله كريدت ان هو كمل ورا الكوره، توقع ان زيدان هيقطع الكوره من سونج، وفعلا قدر زيدان ان هو يزق الكوره زي ما قلت لكم لابو تريكه. ابو تريكه حطها في بطن رجله بهدوء كبير جدا، وكانه ماتش تقسيمه، كانها كوره في لعيبه. خلي بالكم في المواقف اللي زي دي نهائي افريقيا الدقيقه 76 الكوره دي لو ضيعتها، في لعيبه كده بتفكر كده يا نهار اسود الكوره دي لو ضيعتها هيحصل ايه، الناس كلها مش هتنساها لي. ولكن ابو تريكه كان هادي في الماتشات الكبيره، عشان كده دايما كل الماتشات الكبيره هتلاقي ان ابو تريكه كان ليه تاثير كبير جدا في المباريات دي. قدر ان هو يحط الكوره بالراحه جدا، وهدف تقدم لمنتخب مصر وهدف اعلان فوز مصر ببطوله كاس الامم الافريقيه للمره الثانيه على التوالي بعد 2006. وانا في رايي ان البطوله دي كانت بطوله تاكيد ان هذا الجيل جيل مميز. في 2006 كل الناس قالت يا عم انتوا كسبتوا البطوله عشان خاطر بنلعب على ملعبنا وعشان خاطر كل الظروف ساعدتنا ان احنا نكسب. 2008 زي ما قلت لكم لعبنا فعلا ماتشات كبيره جدا، على فكره كان ساعتها لما مصر بتلعب مثلا كوتيفوار كل الناس كانت بتبقى مرعوبه من كوتيفوار فيها زكورة وفيها دروجبا وفيها نجوم كبار جدا موجودين، الناس كلها كانتش تتخيل ابدا ان النجوم دول يقدر المنتخب مصر ان هو يتخطاهم. ولكن كانت بطوله
2008، وانا بقول ان 2008 هي بطولة التأكيد ان هذا الجيل واحد من افضل الاجيال اللي جت في تاريخ الكرة المصرية. ف2008 زي ما انا قلت لكم قبل كده في حلقات قبل كده، ان في 2006 كان لسه ابو تريكة ما بقاش لعيب كبير، ولا متعب بقى لعيب كبير، ولا عمرو زكي، ولا كان لسه في بداية البيك بتاعهم. لكن في 2008 كانت اللعيبة دي بقى وصلت للبيك بتاعهم، كانوا ابتدوا خلاص يبقوا نجوم كبار، كل الناس في افريقيا والعالم العربي عارفينهم. فمرة تانية بقول ابو تريكة من اللعيبة تحس بقيمتها قوي لما تلعب معاه، لان بالنسبة لاي مهاجم اللعيب رقم 10 اللي احنا بنفتقده دلوقتي في مصر، مش موجود اللعيبة اللي زي ابو تريكة وزي حازم امام، اللعيبة اللي هي نمرة 10 اللي بتستلم الكرة بين الخطوط، ما بقتش موجودة كتير. يعني مش يعني نعيد انتاج هذا المركز بنفس الكفاءة وبنفس الكواليتي بتاعت النجوم الكبار دول. المهاجم اللي بيلعب مع لعيب نمرة 10 بيعرف يوصله للجول كل شوية زي حازم امام وزي ابو تريكة، ده بيبقى مهاجم محظوظ ان هو قدر ان هو او كان حظه كويس ان هو لعب مع اللعيبه دي او جه في نفس الجيل وفي نفس التوقيت بتاعهم. انا بقول ان في مهاجمين كتير موجودين النهارده في مصر الناس بتقول عليهم ان هم مهاجمين وحشين، ولكن الحقيقه ان هم مش مهاجمين وحشين. احنا في مصر دلوقتي ما بقاش عندنا صانع الالعاب، وما بقاش عندنا البلاي ميكر اللعيب رقم 10 اللي يعرف يوصلك للجول. جول النهارده، جول ابو تريكة في 2008 في الكاميرون في الفاينل، واحد من الاهداف اللي احنا كجمهور مصر كله لا يمكن ننساها ابدا، لان زي ما قلت لكم ده كان هدف تاكيد ان مصر قادمه، وان هذا الجيل جيل لن ينساه ابدا جماهير الكره المصريه.